نعم، التطورات الميدانية المتسارعة في هذه اللحظات تأتي من الجبهة الشرقية في أوكرانيا، وهي الجبهة الأطول والجبهة الأهم منذ ما يقارب 9 أشهر، في ظل الهجوم الروسي المتواصل على عدة محاور مختلفة من هذه المنطقة، محور ليمان وباخبوت وأفديفكا ومارينكا. البيانات الرسمية لوزارة الدفاع لصباح هذا اليوم كانت قد تحدثت أن القوات الأوكرانية استطاعت من صد أكثر من 60 هجوم على خطوط الدفاع للجيش الأوكراني في جل هذه المحاور. بالطبع مدينة باخبوت ومدينة مارينكا تبقى هي محور العمليات العسكرية في هذه المنطقة. مارينكا أيضا وأفديفكا تكتسب ارتفاعا آخرا في وتيرة العمليات القتالية في ظل الرغبة الروسية المتواصلة للسيطرة على هاتين المنطقتين بسبب موقع هذه المدينة، وتحديدا مدينة مارينكا بسبب وقوعها على خطوط إمداد استراتيجية رئيسية وخطوط أيضا للسكك الحديدية تستخدمها القوات الأوكرانية في عمليات الدعم اللوجستي للقوات الأوكرانية المشاركة على طول خط الجبهة في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك. كذلك هو الحال أيضا في منطقة نيبروبيتروفسك، حيث صرحت الإدارة العسكرية والقيادة الجوية في هذه المنطقة إذ أنها استطاعت من إسقاط مسيرتين روسيتين من طراز شاهد 131 وشاهد 131 في 24 ساعة الماضية، كانت تنويات بتنفيذ عمليات هجومية على بعض المواقع. من الجانب الآخر في جنوبي البلاد أيضا في مدينة خيرسون تشهد ارتفاع في وتيرة عملية القصف على المواقع الأوكرانية. الإدارة العسكرية في هذه المدينة كانت قد أشارت صباح هذا اليوم أن القوات الروسية شنت هجوم مباغت وهجوم كبير بالمدفعية ومنظومات الصواريخ ذاتية الدفع على ما يقارب 55 حيا سكنيا في هذه المنطقة. التطورات أيضا تأتي في شمال البلاد، الجبهة النوعا ما التي باتت تتعرض بشكل كبير لعمليات قصف في الآونة الأخيرة المتاخمة لمنطقة سومي، إذ أن هذه المدينة تقع على الحدود الأوكرانية الروسية. قائد الهيئة الأركان العامة نايف كان قد حذر من هذه العمليات القصف المستمرة التي تجري في هذه المنطقة، وقال نحن ندرس بكل تروي هذه العمليات، عمليات القصف التي تجري في هذه المنطقة، لكن لا نراقب أي تدفق للقوات الروسية أو تمركز كبير للقوات الروسية في الجهة المقابلة. لكن أضاف إلى ذلك أن القوات الأوكرانية تدفع بقوات إضافية في هذا الشريط الحدودي وتعمل على تحسين دفاعاتها لربما لتدخل روسي من هذه الجهة في الآونة المقبلة. طيب، على نطاق آخر ثائر، يعني هل من تطور عسكري ملحوظ بعد انسحاب فاغنر من بخموت، وهل أيضا من ردود فعل أوكرانية على هذه الخطوة؟ لتاريخ هذه اللحظة لم يصدر أي بيان رسمي حكومي أوكراني فيما يتعلق بما يخص قوات فاغنر وانسحابها من هذه الجبهة، لكن وسائل الإعلام المحلية وبعض الآراء والمحللين العسكريين الأوكرانيين في أوكرانيا كانوا قد تحدثوا بما يخص هذا الموضوع، وأشاروا إلى أن عملية انسحاب فاغنر أو انسحاب القوات الروسية هو نتيجة فعلية ونتيجة حتمية للقتال المستمر والمستبسل للقوات الأوكرانية في عملية الدفاع واستهداف هذه القوات ودفعها إلى الخطوط الخلفية وإيقاع عدد كبير من الخسائر في صفوفها في كل يوم. المتحدث باسم القوات الجنوبية كان قد أشار أن في 24 ساعة الماضية استطعنا من إيقاع أكثر من تحييد أكثر من 122 جندي روسي وأكثر من 160 إصابة في هذه الجبهة. تعزي الوجهة النظر الأوكرانية أن عمليات الانسحاب أو الخروج من هذه المدينة أو من تلك إلى جهود القوات الأوكرانية في عملية الدفاع عن هذه المناطق واستهداف القوات الروسية.
ما يتعلق أيضا بزاباروجيا، ما آخر التطورات في هذا الصدد؟ فيما يخص هذه المحطة فيما يتعلق بارتفاع منسوب المياه، كما ذكرنا في النشرة السابقة، لا يوجد هناك تعليقا رسميا بأن منسوب المياه قد يؤدي إلى عملية خلل في هذه المحطة أو إلى ذلك، لكن الحكومة الأوكرانية تشير إلى أن الخطر الأكبر ليس هو منسوب المياه، بل هو الخطر المتمثل في قيام القوات الروسية بتخزين كميات كبيرة من السلاح وكميات كبيرة من المتفجرات في مباني هذه المحطة، وتحديدا في المبنى الرابع حيث يتواجد التوربين الرابع، وهو مسؤول عن تزويد هذه المحطة بالطاقة. يقولون أن هناك إذا حدث أي خلل أو أي انفجار في هذا المكان قد يؤدي إلى كارثة نووية يشهد لها العالم بأسره. هذا هو يعتبرونه التهديد الحقيقي فيما يخص محطة زاباروجيا. شكرا جزيلا لك من كييف الصحفي ثائر عمرو.